الصحة والجمال لون جديد للحياة. ايوه أعزائي المشاهدين، أهلا بكم وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي همسات زوجية. هذه الحلقة تأتي تحت عنوان البخل عند الأزواج، ويشمل هذا البخل البخل المادي، البخل المعنوي، البخل العاطفي. يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور سالم دياب، أستاذ التنمية البشرية بجامعة القاهرة سابقا وبجامعة الأهرام الكندية حاليا، وقد عمل أيضا بالمملكة العربية السعودية. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا يا أستاذ جمال. أهلا وسهلا. في البداية كنا عايزين نعرف أو نعرف تعريف البخل عند الأزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين. أولا الموضوع موضوع اجتماعي هام جدا، وخاصة المجتمع المصري، لأن البخل هو أحد الموضوعات الهامة والتي تشغل الأسرة العربية بوجه عام والأسرة المصرية بوجه خاص. أيوه. فأنا هكلمك عن البخل بوجه عام، لأن البخل له أنواع. كنا عايزين بعد إذن حضرتك يا دكتور نعرف الأول أنواع البخل. شوف يا محمد بيه، أنواع البخل يا جمال بيه آسف، أنواع البخل ثلاث أنواع. أيوه. في بخل مادي، في بخل عاطفي، في بخل بيقولوا عليه البخل النوعي. النوعي. فاحنا هنشرح ان شاء الله تعالى. يا ريت نعرف كل نوع يعني ببساطه كده عشان المشاهد يكون معانا. احنا هنقول حاجه مهمه جدا، البخل العاطفي وهو اهم انواع البخل. اهم من المادي؟ والله المادي ممكن يتم التغلب عليه يا استاذ جمال. أيوه. لكن البخل العاطفي صعب التغلب عليه. طيب خلاص، لان البخل يعني بعد اذن سيادتك فضل. البخل المادي يتم التغلب عليه بان الفلوس تيجي. ايوه. بينما البخل العاطفي ده مشاعر واحاسيس. ده صحيح. فمن الصعب جدا انك انت تجلب المشاعر والاحاسيس. أيوه. ولكن من السهوله انك انت تشتغل وتكد وتعمل وتجيلك الماده. اتفضل. أيوه. يعني برضو نعرف هقول لك أنواع. العاطفي. البخل العاطفي هو حالة من الجفاف والركود والملل بين الزوج والزوجة. ده تعريف عام للبخل. ده جميل قوي. العاطفي. أيوه. البخل المادي هو انقياد الشخص أو الشخصة إلى تكديس الأموال وتكديس كافة المواد التي تستعمل في الحياة العامة لصالح الأسرة أو لصالح المجتمع، ويتم تكديس الأموال بشكل لا يستفاد به المجتمع ولا الأسرة. ده بصفة عامة. ده البخل المادي. المادي بالضبط، وهو تكديس وتخزين الأموال، واخد بالك، بصفة عامة، والمجوهرات برضو أيضا داخلة فيها. النوع الثالث. النوع الثالث هو البخل النوعي. أيوة. هو البخل النوعي ده عبارة عن نوع من البخل اللي يشمل الاثنين معا، بخل مادي. أوه. وبخل عاطفي. أيوة. وده برضو من اخطر انواع البخل. أيوة. وخاصة البخل العاطفي زي ما قلنا. أيوة. لان البخل العاطفي بيتمدد الى البخل المادي ايضا. طيب احنا يعني ممكن نقول زي ما حضرتك قلت يا دكتور، البخل العاطفي هي حاله من الجمود تشمل الزوجين. طيب نحب نعرف اسباب الحاله دي وازاي بتيجي للاسره. يعني احنا بنتكلم عن البخل العاطفي. العاطفي. وهو احد الاسباب الرئيسيه لارتفاع نسبه الطلاق على فكره، عشان تبقى عارف في العالم العربي وجمهوريه مصر العربيه، يعني هتلاقي نسبه الطلاق ارتفعت الى 20 و25%، حاجة مزعجة جدا يعني. واحنا خبراء التنمية البشرية قاعدين ندرس الاسباب دي، ولقينا احد الاسباب الرئيسية هي البخل العاطفي.
أيوه. والبخل المادي يليه مباشرة. ايوه اكيد. لكن البخل العاطفي اكثر، لان زي ما قلت لك يا جمال بيه ان البخل المادي يمكن التغلب عليه. أيوه. ان الراجل يشتغل يفتح مشروع، الشخص يجد عمل، اذا هيستطيع ان هو يجيب فلوس يبقى قضى على هذه المشكلة. اما البخل العاطفي ده صعب جدا، ان ما كانش ليك قلب وليك مشاعر وليك احاسيس. أيوه. وفي لينك كده وكاريزما بينك وبين الزوجة، يبقى اذا قضيت على البخل العاطفي. ولكن اسباب البخل العاطفي لازم برضو نعرفها. ايوه ممكن اشرحها لسيادتك؟ ايوه اتفضل. احنا بنقول الاسباب عشان احنا نتفاداها ويتولد الحب والمودة بين الزوجين. بالظبط. اول حاجة الروتين. ايوه الروتين اليومي. الراجل يجي من شغله يقعد ياكل يشرب يروح نايم، يصحى الصبح يصحى من النوم ينزل القهوه، خلاص ما قعدش مع زوجته. ادي واحد. الزوجه تقعد في المطبخ طول النهار تعبانه، بعد ما قعدت مع الولاد مش قادره تقعد مع جوزها، تروح داخله نايمه. يعني زي ما احنا شايفين كده. يعني مثلا انا حاطط حاجات بسيطه كده، يعني تقرير صغير كده عن انواع البخل وعن البخل. ممكن حضرتك تعلق عليه البخل؟ ممكن. انا هقول لسيادتك حاجه. زوجة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه ذهبت للرسول عليه الصلاة والسلام، ده خاص بالجزء المادي. حضرتك زوجة أبي سفيان؟ زوجة أبي سفيان أقصد. أقول زوجة أبي سفيان. كويس أنك صحت. ذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت له زوجي بخيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني فقال لها خذي بما يكفي حاجتك. أيوه. وبما يكفي ولدك. يعني خذي انت برضو ولدك ما يكفيك بالمعروف. ما يكفيك بالمعروف. انت برضو حضرتك في البيت او في المنزل عندك الزوج بخيل عندك ماديا. أيوه. احنا دخلنا في البخل المادي. ايوه احنا دخلنا كده. برضو بنعرفه يعني. مفيش مشكله. برضو انت في الناحيه الماديه خذي ما يكفي ليكي بما يرضي الله، واخده بالك، والمشكله هتتحل يعني. اما البخل العاطفي وهو اصعب انواع البخل، لان المشاعر لا تشترى. أي. ولا تدخر ولا تخزن. أي. واخد بالك، المشاعر دي بتيجي من تلقاء الانسان او الانسانه. فانا بقول ان عليك انك انت تشعري زوجك اولا في حاجه في البخل العاطفي يخص الزوجه. أيوة. وفي حاجة في البخل العاطفي يخص الزوج. أكيد. أيوة. ما يخص الزوج مثلا بيقعد على القهوة، بيرجع من البيت ينام، بيرجع من البيت منشغل في عمله طول النهار، الروتين يعني. غياري في البيت، ممكن تغيري الأثاث مثلا. ما حضرتك قلت بيقعد على القهوة، يعني ما يقعدش على القهوة مثلا؟ لا يقعد على القهوة بس ما يقعدش طول النهار على القهوة. أيوة. أيوة. يقعد شوية مع الزوجة، يقعد مع الأولاد، يقسم وقته، يعمل خطة يومية لعمله، ومن ضمن هذه الخطة نسبة ان هو يقعد مع زوجته. لازم يحسسها بالمشاعر، يقول لها كلمة حلوة. وهو خارج من البيت يقول لها كلمة كويسة. وهو داخل يقول لها كلمة. دي بتعمل تواصل وكاريزما جميلة جدا تؤدي لانه يوصل لقلبها. الزوجة نفس الوضع، يعني ما تكشرش دايما في وجه جوزها وهو راجع تعبان، ما تقولوش المشاكل. أيوة. اول ما يخش من الباب تروح قايله له المشاكل و و و الى اخره وهكذا. يعني احنا زي ما الدكتور بيقول البخل العاطفي ممكن التغلب عليه بان احنا يعني نظهر مشاعرنا، سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجه. اعبر عن مشاعري بكلمه حلوه وانا خارج الصبح، اقول لها اعبر ان انا يعني كلمه لطيفه. ونفسي بما اجي برضو السلام عليكم، اعبر برضو انتوا وحشتوني، اجيب لها يا اخي ورده صغيره كده يديها لها. ده البخل العاطفي. طيب اذا كنا حضرتك زي ما حضرتك قلت ممكن نتغلب على البخل العاطفي، فكيف نتغلب على البخل المادي وهو يعني هو المنتشر في مجتمعاتنا حاليا؟ والله البخل المادي ده برضو انتشر برضو في عدة دول، ولكن ليس بمقدار البخل العاطفي. لكن البخل المادي هو اكتناز الفلوس، فممكن هي الزوجة تقعد مع جوزها. وانا سيكش بسيط كده على البخل نشوفه يا فندم ونرجع لحضرتك. اتفضل يا فندم.
زي ما شفنا يا فندم، اذا كان الزوج هو البخيل فيبقى دي بيسبب مشكله للاسره كلها. طبعا ادي افراد الاسره وادي كلهم، حتى لو حد من الجيران جاي فبتبقى مشكله. ازاي نتغلب على هذه المشكله؟ والله بالنسبه للبخل بقى العاطفي، الزوجه لازم، احنا هنا في البخل المادي الاول، نتكلم في البخل المادي. طيب. انك نتغلب على المشكله دي ازاي؟ ان يتم المصارحه بين أيه. الزوج والزوجه في الجزئيه دي، ودي اهم نقطه، انها تصارحه وتقول له والله احنا مصاريفنا كذا والبيت محتاج كذا، وتساعده اذا كانت بتشتغل. أيه. يعني في بعض السيدات ما بتساعدش ازواجها، ممكن تساعده. هو كمان يحاول ان هو يوفر اجزاء من دخله هو بيصرفها، يعني مثلا لو بيدخن مثلا يبطل يا اخي تدخين. لو بيقعد على الكافي مثلا بيصرف مبالغ كبيره برضه، يقتصد، ما قلناش ما يروحش، لا يروح، بس يقتصد، ينظم حياته اللي هي الخاصه بالماديات، يقعد مع زوجته يعملوا ميزانيه للبيت، واخد بال حضرتك، الاثنين يتعاونوا، وبالتالي هيستطيعوا ان هم، وهي هتقدر كمان ان هي تجذبه. حضرتك اللي بتقوله صح في حاله ان الزوج فعلا مثلا موارده بسيطه وقليله. طيب أيوه. ايه راي حضرتك، هو يكون معاه فلوس وكل حاجه ولكن هو بيدعي ان احنا مش معانا، فبرضه نتغلب على المشكله دي ازاي؟ دي حاله نفسيه هتكون، يبقى لازم يروح لدكتور طبيب نفسي، لان في الحاله دي لو هو عنده فلوس وبخيل، واخد بال حضرتك، أيوه. ممكن احنا بطريقه ما وبطريقه بدون هو ما يشعر نخلي دكتور مثلا يقابله، سواء يروح له في البيت او بحيث ان هو يديله مقدمات وجرعات تقلل من هذا البخل، وبحيث ان هو نعمل برضه حاجات معينه ان هو يشعر ان هو برضه بيبخل على اسرته. يعني في بعض الناس قلنا في المركز، واخد بال حضرتك، قالوا لنا والله ازواجنا بخيل، واخد بال حضرتك، ما بيصرفش مع انه معاه فلوس و و و الى اخره. فقلنا لهم بعض الطرق السهله، يعني ان مثلا تحسسه او تشعره ان البيت اهم مثلا جزء في حياته، فالمفروض انك انت تغلق عليه المال، ينفق على البيت، تنفق على البيت. هو يا دكتور بيبرر موقفه، يقول لك ما هو كله ليهم في الاخر، حتى انا لو بخيل او بحوش ما هو هم اللي هياخدوه، فبرضو ازاي نرد على هقول لسيادتك الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك واما بنعمتك فحدث، ده في القران، واما في القران فحدث. واما بنعمتك فحدث، يعني انت عندك ربنا اداك نعمه فما تكنزهاش، يعني ربنا سبحانه وتعالى مدي لك فلوس عشان ايه؟ علشان تفرج على اولادك، وعشان تعلم اولادك، وعشان اولادك تنبسط، وعشان حياتك برضو، وما فيش مانع انك تعمل لهم رفاهيه طالما عندك فلوس، واخد أيوة. بالك أيوة. فاذا ندخل له من مدخل ايه؟ ان اولادك اولى من اكتناز هذه الفلوس. أيوة. ان العنايه ببيتك اولى من اكتناز هذه الفلوس. طيب هو ساعات يستشهد بالمثل اللي احنا بنقوله كلنا، ولكن انا مش بنادي بيه طبعا، يقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم، يعني هو بيقول لا هو ده المجتمع ده. لا هو مثل، هو مثل اتس اوكي okay. ماشي، لكن المثل ده لازم يكون بقدر. أيوة. حتى الله سبحانه وتعالى وانزلنا الماء بقدر، بقدر. يعني في بقدر. أيوة. يعني انا اقصد اقول انت برضو لما تيجي تصرف ولا تغل يعني الى العنق زي ما بيقولوا يعني. فانت حاول انك انت ترضي الزوجة وترضي بيتك وترضي ما حولك وترضي اقاربك، وبالتالي نستطيع ان احنا نتغلب على المشكلة، انها مشكلة صعبة جدا يعني. طيب يعني احنا المثل ده نجنبه ونقول المثل حتى اللي يعني اللي احنا بنقوله ده مش صحيح، وما ينفعش ان احنا نكنز الفلوس ونقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود وكده. ولا لا، انا تعليقي ان المثل صحيح، صحيح، ولكن صحيح بقدر. يعني انت لو عندك مثلا 3 قروش، شيل يا سيدي قرش واصرف قرشين. ما هو بيقول لك نفس الحكايه، اللي معاه قرش يساوي قرش
واللي معاه قرشين يعني هو كل مكنز اكتر. ما هو ده الامثال الدارجه في نظر الناس اكتر، هو يظن ذلك. انا كل ما يكون معايا فلوس اكتر كل ما هرتفع في نظر الناس اكتر. احنا عايزين نقول له انت هترتفع في نظر مين؟ هل الناس كويسه او اللي عندها يعني حسن ثقافه؟ مش هترتفع في نظرهم خالص، ده العكس صحيح. اللي بيعمل ده هو البخيل اللي زيه، هو اللي بيقدر البخيل اللي زيه. لكن إذا كان إنسان معتدل في أفكاره وفي ثقافته عمره ما هيقدر البخيل اللي عمال يكنز المال يقول اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معاه 10 يساوي 10، واللي معاه 100 يساوي هو. طيب نقول إيه للناس دي؟ إحنا عايزين نعدل من هذه المأثورة يعني. طيب. أو نعدل من هذه التقاليد والعرف والعادات. دي عبارة عن عرف وعادات اندرجت في القطاع الاجتماعي عندنا. طيب. فإحنا عايزين نعدلها. أيوة. بشكل عام، ودي هتتعدل بالثقافة وبالإعلام برضو يشتغل فيها، وبتوعية الناس، لأن الحاجات دي خلاص يعني المفروض المآثر دي والأمثلة دي اللي هي بتتقال دلوقتي المفروض إحنا نعدلها. طب هنعدلها إزاي؟ المآثر دي والأمثلة دي بقيت في عقول الناس وعقول الأطفال وفي عقول الأجيال المتوارثة، واخد بالك، فترة زمنية كبيرة. فاحنا عشان نعدلها لازم نعدلها بالثقافة. طيب يا دكتور، ده احنا دايما والمجتمع وكل الناس بيتهموا الزوج بالبخل ويقع عليه كل الملامة وكل المسؤولية. طيب ماذا لو كانت الزوجة هي اللي بخيلة؟ ما ممكن الزوجة تكون بخيلة عاطفيا، وممكن تكون بخيلة ماديا. خليها واخد بالك، نمسك العاطفي ولا المادي؟ عايز المادي الاول. بالنسبه للمادي، الزوجه لو بخيله ماديا، لو هي بتشتغل مثلا، اذا هيبقى عندها مورد. ايوه، واخد بالك. فاذا في الحاله دي ممكن نتكلم عليها انها بخيله ماديا. أي. لو بخيله ماديا مثلا ما بتساعدش في البيت لو البيت محتاج. أي. او الزوج مثلا جه في اخر الشهر كده العمليه بقت صعبه معاه شويه، ما بتساعدوش. وممكن تكون بخيلة وفي نفس الوقت بتصرف على نفسها أكتر مما يجب. ده برضو يعتبر انتقاص من مسؤوليتها ناحية البيت. بتقول فلوسي ليا، مش بتقول فلوسي ليا. هو طبعا فلوسها ليها، ده يعني في الأحاديث والقرآن فعلا قال إن الزوجة دي فلوسها ليها يعني. ولكن الزمن اتغير والظروف اتغيرت والأحوال اتغيرت، لازم الاثنين يتشاركوا او يشاركوا في اعباء الحياه. دلوقتي الحياه بقت في ستريس، يعني في ضغط على الناس اقتصاديا و فيجب ان الزوجه تعلم، وخاصه الزوجه البخيله اللي هي بتعمل، ان هي يجب عليها ان هي تقف الى جانب زوجها واسرتها، دول اولادها وده زوجها وده مستقبلها ودي حياتها، فلازم تشارك ولو على الاقل بنسبه بحيث ما تأثرش حتى. طيب احيانا يا دكتور تكون الزوجة بتعمل وكل حاجة او مش بتعمل، ولكن هي بخيلة على اهل زوجها، اما ييجوا ده معلش ما فيش موجودة الشوية دولت، واحنا ما كانش فيه، وكوباية شاي هي، وتظهر بمظهر مش كويس، وفي حين ان ما يجي اهلها تكون كريمة معهم. يعني هي بخيلة مع اهل جوزها وكريمة مع اهلها، ازاي نعالج الموضوع ده؟ ما دي حضرتك يا استاذ جمال برضو من الحالات اللي هي نسبتها بسيطة يعني في المجتمع. أيوة اللي هم. أيوة. ولكن ممكن جوزها يقعد معاها أو ابنها إذا كان عندها ابن كبير، يبتدي بطريقة غير مباشرة إن يقول لها قصص ويقول لها حكايات ويقول لها بعض الموضوعات اللي هي تخليها تقربها من أهل جوزها. تاني حاجة مهمة جدا إنه يعملوا علاقات جيدة مع اهل جوزها، لان دي احد الاسباب اللي بتخليها تعمل كده، زائد انه يشعرها ان مفيش فرق بين العيلتين، عيله الزوج وعيله الزوجه، لازم اللي يكون الاثنين في مستوى واحد لما تيجي تقدمي لهم، يعني ما تهتميش قوي بعيلتك انت وتسيبي عيله الزوج مثلا، لان دايما بنلاقي نسب كبيره جدا يا استاذ جمال من الزوجات بيهتموا بالضيوف اللي جايين من قبل أهلها، ده صحيح، بينما لا يهتموا بالضيوف أو بأقاربها من
طرف الزوج. أيوة هي مشكلة كبيرة منتشرة في المجتمع. الزوجة فعلا دايما تهتم بأهلها وأخواتها وكل اللي بيجي من يمتها، في حين إن هي بتهمل خالص أهل جوزها وتبخل عليهم. وعلى فكرة دي أحد الأسباب يا أستاذ جمال لعملية المشاكل بين الزوجين. الزوج يقول لها أنت ليه مش بتهتمي بأهلي، وهي تقول له ليه أنت مش مهتم بأهلي. المفروض هما الاتنين حتى يقعدوا مع بعض في قاعدة كده جميلة يحددوا معالم العلاقة بينهم وبين الأسرتين، وبالتالي هيستطيع أن هو يوصل لها إيه الحاجات اللي بتحبها أهله. أيوة. وهي توصل له إيه الحاجات اللي بتحبها أهلها، وبالتالي يستطيعوا أنه يوفروا الوقت ويوفروا ما يستطيعون ان هم يوفروا ليهم يعيشوا في حياه كريمه. طب يا دكتور، هو فيه انواع اخرى لبخل الزوجه زي البخل العاطفي ما اتكلمناش عنه؟ البخل الزوجه اللي هو البخل العاطفي مثلا. اولا احنا اتكلمنا عن الزوج. أيوة. ان هو بيشتغل وبيقعد على القهوه ساعات و و و الى اخره. أيوة. لكن نيجي لبخل الزوجه. الزوجه فعلا ممكن تكون بخيلة، وده أحد الأسباب الرئيسية اللي بتوجد مشاكل صعبة جدا. زي إيه؟ زي مثلا الزوج لما بيجي واخد بال حضرتك يدخل البيت، زي ما قلت لحضرتك ما بتقولوش كلمة حلوة، بتفضل ساعات وساعات في المطبخ فبتتركه، وبالتالي هو بينزل. هو الزوج ليه بينزل؟ بينزل خارج البيت لسبب إن الزوجة مفيش اهتمام بيه. يجب إن هي تهتم بيه، أدي أول حاجة. يجب ان هي تكسر الروتين اليومي اللي هم ماشيين عليه، يعني تغير. يجب ان هي تغير في البيت، يعني تغير الاساس، تحط هنا شويه ورد، تكلمه كلمه حلوه، تساعده، تغير معالم الشقه، تغير معالم الشقه، لا وتغير معالم افكارها هي. يعني تبتدي تكلمه، انت عملت ايه في الشغل النهارده؟ ربنا يوفقك، الكلام الجميل اللي هو بيحبه الشعب المصري ده. وبالتالي الزوجة هتبتدي تتقرب إليه، يعني تحاول إنها تتقرب إلى جوزها. يبقى زي الدكتور ما بيقول على الزوجة اللي هي بتعاني من جمود العاطفة عند زوجها، إن هي تعالج الموضوع ده. هو أول ما يجي من الشغل بترحب بيه، بتكون لابسة كويس، مش بتقعد في المطبخ كتير، مش بتأخر عليه، بتعمل له الطعام بسرعة، بتجيب له حاجة يشربها، وبتبدأ تسأله ببساطة أنت عملت إيه النهاردة. تحاول تخلق نوع من الحوار الدائم والمستمر بينهم. في الحالة دي بيتولد الحب والمودة. طبعا ده صحيح يا دكتور. طبعا يتولد ويحصل زي ما قلت لحضرتك كاريزما بينها وبين الزوج. حتى الحياه الحميمه كمان هتزيد عندهم كمان. أيوة. وبالتالي هو هيبتدي يقلع عن عدم وجوده في البيت، لان كل ما بتتقرب هي اليه بتتقرب اليه بافعالها، بتتقرب اليه باقوالها، هو ايضا بينجذب اليها مره اخرى، وهنا يتم القضاء على البخل. يعني هي تستطيع انها تقضي على البخل العاطفي ده، لانه انا قلت البخل العاطفي ده من اخطر ده صحيح المشاكل اللي بتواجه الاسره. ده بيسبب حالات طلاق كتير بالجمله وبنعرف. طيب ايه راي حضرتك لما تكون الزوجه يعني عندها جمود عاطفي ناحيه جوزها، في حين اولادها بتغدق عليهم الحب والحنان، واول ما يجوا تاخدهم في حضنها وعامل ايه يا حبيبي واكلت النهارده وازاي صحتك ورحت فين وجيت منين، في حين زوجها بيعاني من الاهمال، نقول للزوجه دي ايه؟ اولا المشكله دي برضو مش نابعه من فراغ، المشكله دي نابعه من الطرفين. ايوه الزوج والزوجه. اولا من ناحيه الزوجه، البخل العاطفي عندها نابع من كذا مؤشر. اول مؤشر اهتمامها الزائد عن الحد لأولادها، أدي واحد، وليس موجه إلى الزوج، أدي مؤشر هام جدا. المؤشر الثاني إن هي ما عندهاش النواحي العاطفية اللي هي كل الناس عندها. يعني مثلا ما بتقراش قصة، ما تقرأ قصة فيها حب مثلا، تشوف تمثيلية رومانسية، تبتدي تهتم بما هو رومانسي عشان يزود الإحساس الرومانسي عندها، وبالتالي تطبق هذا الإحساس الرومانسي لجوزها. لأن نفرض أن جوزها عنده إحساس رومانسي وبيكلمها بس هي مطنشة، يعني بالعربي كده وبالبلدي،
طب هي منين هتجيب الاحاسيس دي؟ يعني حضرتك عايز تقول ان الزوجة تنمي احاسيسها، احاسيس الود والحب بالزبط، من خلال الثقافة، من خلال القراءة، من خلال الاطلاع على قصص فيها يعني رومانسيات، حب وود بين الزوجين، وتعلم ان هي منبع الحب والحنان. المرأة دائما منبع الحب والحنان في الأسرة، ويشع حبها وحنانها لجميع افراد الأسرة، واهمهم هو سيد البيت ورب البيت الزوج. يعني مثلا في حاجات في الفن، يعني في اغاني لأم كلثوم، في اغاني للشباب اللي طالع دلوقتي، تشوف الكاريزما بتاعته او اتجاهه بيحب ايه، تبتدي تدور هو بيحب ايه. اغاني موسيقى كلاسيك مثلا، اغاني ام كلثوم، اغاني بعض المطربين المشهورين، يعني اغانيهم الرومانسيه الجميله تفتح حاله. مثلا بيحب يسمع قران اول ما يصحى تفتحه له، تعالج وتتغلب على المشكلات النابعه ما بينهم بالزبط. بكل اللي احنا قلناه بالزبط. طيب هل من الممكن ان اهل الزوجه بيتهموا الزوج البخيل ويقولوا، او اهل الزوج يقولوا ده هو بخيل بتحريض من مراته؟ ده بيحصل احيانا. والله هو بيحصل، بس مش على المشاع يعني، بس هم ممكن يتكلموا من وراه. واخد بال حضرتك؟ وفي حاله لو اتكلموا من وراه، في بعض الازواج اللي هم الهوجائيين يعني على طول يروح لهم ويتخانق. لا انا بقول، لا انا بقول هو يعالج الموضوع معالجة. لا هي بتقول له احنا عايزين نشتري البيت اللي جنبنا، وعايزين نشتري الواد الكبير شقة عشان يتجوز فيها، والبنت، واحنا هنقعد ندي فلوسنا للناس ونجيب الناس ونأكلها. لا لا لا، هي لو قالت الكلام ده، ولو هو بخيل فعلا. نخرج فاصل ونرجع تاني يا دكتور. طيب اتفضل يا فندم. حضرتك تاني يا دكتور، وبنرحب بحضرتك في الاستوديو. وقلنا فيه نوع من البخل ما لم نتحدث عنه، وهو البخل النووي. كنا عايزين نعرفه الاول ونشوفه بيسبب ايه للأسرة. طبعا البخل النووي ده هو احد الانواع البخل التي تشمل النوع الاول والنوع الثاني. هو بخل عاطفي مادي يشمل الاثنين، يعني عملية التخزين الماديات وعدم الاستفادة بها، وأيضا عملية الجفاف المشاعر للزوج والزوجة في آن واحد. ودي بتبقى نادرا لما تكون موجودة، لأن اللي منتشر يا إما بخل عاطفي يا إما بخل مادي. أما البخل النوعي فهو في حيز دقيق ضيق جدا يعني، ولكن موجود في الحياة، ولكن ده يتطلب في هذه الحالة الذهاب إلى طبيب نفسي. لا قبل ما نذهب للطبيب، بس قبل ما تذهب لطبيب نفسي نعرف أسبابه إيه. أسبابه زي ما قلت لحضرتك، أول حاجة مهمة جدا هو أن يكون هناك تواصل واتصال بين الزوج والزوجة، ده أهم حاجة. لازم لما هي تتكلم يبقى الرسالة وصلت للزوج ومتفهمها، وهو برضو لما يكلمها يبقى الرسالة أو معاني الرسالة وصلت للزوجة، اللي هو الاتصال بينهم. وبالتالي الاتنين مجرد ما المتلقي خد الرسالة من المرسل وفهمها كويس، يبقى في الحالة دي هيحصل تواصل بين الاتنين، خاصة تواصل المشاعر. وتواصل المشاعر ده مهم جدا. طيب لو ما كانت يعني وسائل الاتصال غير موجودة والمشاعر غير موجودة، ازاي نوجدها بين الزوجين عشان نتغلب على المشاكل اللي بتكون ما بين الزوجين؟ لا، ما وسائل الاتصال ده، اولا الاتصال ده موضوع كبير جدا يعني. يعني بنديه في الدورات التدريبية وكده، لكن الاتصال الخاص بين الزوج والزوجة معروف، وهو اتصال عاطفي واتصال مادي واتصال نوعي، ده الاتصال اللي بينهم. فالاتصال العاطفي لو هو مش موجود هيسبب مشاكل كبيرة جدا. ايضا عملية البخل المادي هيسبب مشاكل كبيرة جدا. وبالتالي احنا قلنا قبل كده ان نسبة الطلاق مرتفعة بسبب عملية البخل المادي وعملية وموضوع الجفاف. والجمود المشاعر والملل. في بيبقى ملل، والعمليه روتينيه يا استاذ محمد، كل يوم انا اجي البيت اكل واشرب وانام.
ايوه اكل واشرب وانا طبعا مش معقول ما فيش اتصال. طيب احنا معانا في فيديو ونرجع لحضرتك تاني. اتفضل يا فندم. نرجع لحضرتك يا فندم في الاستوديو ونعلق على الفيديو اللي احنا شفناه ونرجع تاني ونقول اذا كان الزوج هو البخيل فبيسبب مشكله للاسره كلها. طيب ايه عايزين نعكس بقى الموضوع؟ تخيل حضرتك الزوج والزوجه كبروا في السن والابناء كبروا كل واحد يشتغل في وظيفه كويسه وبقوا يبخلوا على والديهم ويتركوهم في المصحات والمستشفيات وفي دور المسنين. نقول المشكله دي المشكله دي مشكله فعليه ومشكله حقيقيه بخل الابناء. ايوه وبنجد يعني نوعيات كتيره جدا من الاباء والامهات موجودين في المصحات وموجودين في دار المسنين واولادهم للاسف ما بيسالوش عليهم بعضهم والبعض يسال عنهم والبعض بيحطوهم في هذه الدار ويتركوهم الى اجل غير مسمى. طبعا هذه مشكله حقيقيه ومشكله اجتماعيه موجوده نظرا لعدم نشأة الأولاد على الترابط الاجتماعي. من الأول كان المفروض الزوج والزوجة يعملوا ترابط اجتماعي وذهني لأولادهم ويديهم مفاهيم الأسرة الصالحة ومفاهيم الترابط الأسري. الحاجات دي لازم برضو في المدارس نعممها. يعني حضرتك عايز تقوله إزاي يعني نخلي الأولاد مرتبطين بآبائهم إلى آخر يوم عمرهم بالظبط. إزاي نخلي حضرتك إحنا في الريف لما كنا في الريف كنا بنجتمع كلنا على طبلية واحدة ناكل واخد بالك. دلوقتي المجتمع المصري الأسرة دلوقتي الأب بيأكل في وقت والابن بيأكل في وقت والزوجة بتأكل في وقت اختلفت المعايير بطريقة صعبة جدا. فاحنا عايزين نرجع تاني المعايير التقليدية الأساسية للأسر المصرية. الأسرة هي نواة المجتمع. المجتمع كله بيتكون من أسرة. السلوك حتى كمان عايزين نبتدي نهتم بالسلوك والأخلاقيات في بلادنا لأن دي بتعتمد بشكل كبير جدا على عملية السلوك والأخلاقيات. لما يجي ابن يترك والده في دار مسنة ويدفع له فلوسه وتيجي تكلمه يقول لك ما هو بياكل ويشرب وقاعد مبسوط هو الراجل مش عايز كده. الراجل الكبير ده الراجل ده عايز يقعد وسط أولاده وينبسط إن شاء الله ياكل حتة جبنة قريش. بالعكس هيبقى مبسوط اجتماعيا. في نهاية الحلقة يعني لخصنا والدكتور لخص لينا موضوع البخل الزوجي كله حتى تحدثنا عن بخل الزوج عاطفيا وماديا ومعنويا وقال ان احنا ممكن نتغلب على بخل الزوج العاطفي من جانب الزوجة بالاهتمام بيه اول ما يجي من عمله وتتزين ليه وتحضر له كل طلباته. قال ايضا البخل العاطفي من عند الزوجة على الزوج ان هو يعني يظهر مشاعره ويقول لها كلمة حلوة ويهتم بيها وكسر الروتين وممكن يجيب لها هدية في المناسبات وما يهملش الموضوع ده خالص. تحدثنا ايضا عن موضوع هام جدا وهو بخل الابناء عند الكبر بخلهم على ابائهم والدكتور قال لنا روشتة طيبة جدا وكويسة قال علينا بالترابط الاسري في نهاية الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور سالم دياب أستاذ التنمية البشرية. كنتم معنا وإلى اللقاء. للتواصل مع قناة الصحة والجمال الموقع الرسمي للقناة www.saha.tv ويمكنكم مشاهدة برامج القناة على صفحة القناة على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv